اهلا بيكم متابعين قناه ايمي. زي ما احنا متعودين مع بعض كل سنه طبعا استشير كل اللي عندي هنجيب حاجه المولد منين، فطبعا كله اجمع ان انا اجيب حاجه اتوال. فطبعا العلبه اللي انتم شايفينها دي زي ما انتم شايفينها كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هيك العلبة 71 قطعة، العلبة دي 71 قطعة. فطبعا اتوال يا جماعة، دخلت شفت كل العروض اللي هو عاملها ما فيهاش 71 قطعة. ليه بقى ما فيهاش 71 قطعة؟ لان العرض ده اتوال متفق مع جميع الشركات او بعض الشركات اللي هو يعمل لهم عرض اللي هو 71 قطعة. فهو انا شفت العروض اللي عنده ما فيش ولا 71 قطعة دي، في حاجة و50، في حاجة و60، في اعلى من كده. فاحنا هنسمي الله ونفتح ونشوف. وعايزة اقول لكم السعر العلبة دي 800 جنيه. زي ما قلت لكم العرض ده للشركات، فمش هتلاقوه العرض ده الا لما تكون الشركه متفقه مع اتوال اللي هم يعمل لهم عرض. طبعا الكيلو من عند اتوال من 200 ل 300 حسب بقى لو انتوا عايزينها مكسرات او لا. فطبعا العلبه دي ب 800 جنيه. ولو انتوا بقى رحتوا جبتوها بنفس عدد القطع ده ممكن يبقى ب 1250 جنيه. يعني هم عاملين خصم 40% 30% للشركات. تمام، يلا بقى نفتح ونشوف عرض الشركات. نعمل زي القطر. صلوا على النبي بقى، عشان ده اهم يوم واحلى يوم في السنه كلها. وعايز اقول لكم حاجه، انا عايزاكم تكتبوا لي كومنت بالصلاه على النبي. يعني كلنا عايزين يا جماعة الكومنتات عندي تبقى فيها الصلاة على النبي. يعني كل نصلي على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو اول حاجة معانا في العلبة 5 حمصية. معانا 4 هريسة. وثلاثة دومية، واحدة بالسوداني واثنين بالبندق. ومعانا 5 فولية. ومعانا ملبن 4 طبعا بالبرتقال وبالفراولة. وبوست الهند بقى 5 ورقة قمر الدين، وفيها اللوز، دول الثلاثة دول لوز ودول زبيب، جوزة الهند باللوز والزبيب وقمر الدين. ودول المكسرات بندق ولوز ملبن وثلاثة قشطة، واحدة سادة وواحدة بالبندق ودي باللوز. ثلاثة ملبن هو غامق زي ما انتم شايفين كده وعليه جوزة الهند. وده ملبن اللي هو العادي الابيض مش محشي اي حاجة. وثلاثة جوزة الهند عليها زبيب بس. دول الثلاثة وعليها جميع المكسرات، اللوز وبندق وفستق. ثلاث قطع. وديت بقى بندقية. لا دي قولوا معايا حمصية. دول ثلاثة برضو القرص زمان كان قدك ده. ودي ثلاثة 500 معلاش اي مكسرات. ليه بقى ليه
وده بقى ايه ملبن. استنى بس اشوف كده نتيجي نفتحه ونشوفه. بصوا اللي انا بعمله احلى ده مش لين. بصوا خشوا بقى على الفيديو اللي انا عامله فيه الملبن. اه ده بعين الجمل. هو ماسك شوية او لا شويتين تلاتة اللي انا عاملاه كان لين عن كده واحلى من كده. خشوا بقى على السمسمية والحمصية والملبن اللي انا عاملاه. دي الشمسة سمسمية اتنين دول واحدة بس. لا دي لوز. دي ايه يا جماعة؟ دي ايه؟ كل مرة كل سنة انسى كده. طب خليها هنا ونفتكرها سوا او اكتبوا لي في الكومنتات عشان بصوا انا النهارده ايه باين ما اتغديتش فعامله لكم الفيديو قبل ما اتغدى. ثلاثة بندقية لا أربعة اهو. ودي ايه بقى؟ بالسوداني. دومية بالسوداني. مفيش مكسرات مفيش مكسرات اهو. دي نوجة يا نوجة قمر الدين بس هي ناشفة ليه كده؟ احنا جايين على الحاجة اللي انا بحبها وتبقى ناشفة. يا نهار ابيض لا ما عجبتنيش ناشفة زيادة عن اللزوم قوي. هما اللي عامة اللي قالوا لي يا توم من اتوال انا مالي. دي بالسوداني وقمر الدين ودي بالسوداني برضه. اخر حاجة معانا لا شغالة دي جوز الهند وجواها ASB اهو. انا بقى عايزة افتح اشوف التست بتاع الريحة عاملينها ازاي. لا طازة السوداني طازة وريحته حلوة. لا ده ما اقدرش اللي انا عايب عليه. تعال اقول لكم الحاجات اللي انا بحبها. اول حاجة الملبن السودانية الحمصية ومكسرات ماليش دعوة بيها عشان اولادي هقسمها على اولادي. واكتبوا لي دي في الكومنتات عشان انا ناسية تخيلوا. وطبعا دي انا بحبها بس التست بتاعها بصراحة ما عجبنيش. ماشي بصي بنتي بتقولي فزدق يا ماما فزدق. فهدي تبقى جزء الشهندة وجزء الرونا ودول لأولادي حبايبي. وبحب ايه تاني ودي كنت بحبها زمان. دي كنت بحبها قوي يمكن عشان لونها احمر بتفكرني بالفراولة. فدول كده عينكم على الحاجات دي يا جماعة. والقشطة دي انا بحبها برضو اهو. ودي انا بحبها. وبحب الملبن الاحمر والبرتقاني البرتقان والفراوله. وايه تاني وايه تاني؟ بص الهند بقى اخر حاجه. ودول يفضلوا قاعدين عندنا محدش بياكلهم قوي. حد ياخدهم بقلب انا وشافه. انا بقى نفسي اعرف ده ايه اصلا؟ ده ايه؟ لونه غامق كده ليه؟ معمول بايه ده؟ انا مش عارفه له اي حاجه يعني لونه غامق كده ليه يعني هو عاملين لونه وخلاص. انا مش عارفه دي اصلا مفيش اي ريحه مفيش اي ريحه. عامه المفروض كانوا يحطوا فيها شوكولاته عشان يعملوا تيست اعلى من كده والاقي مكونات حلوه كده تشدني اكتر. فعايزاكم تصلوا على النبي في الكومنتات اكتبوا لي الصلاه على النبي عشان ده اهم يوم عندنا في السنه واهم فيديو عندنا في السنه. وكل سنه وانتم طيبين واشوفكم بصحه وسعاده وخير. وان شاء الله تكتبوا لي كومنت بالصلاه على النبي واشوفكم في رعايه الله وعلى الف سلامه.